فرصة. معلش حبيبي معلش. أستاذ أنا آخر واحد لأنه أعطيني فرصة أرجوك. والله من جار الليالي صحت يا ماي ومانك مثل دمع العين ولك يا الله يوفقك يا رب. شكرا ما مشي الحال. يا هل العشق ذل يا هل العشق ذلوني وين الصبر ينباع جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين لقيتك والدنيا قلتيني مخطوبة يا ليل ما بدو ليل يا ناس بدوبة سمعنا شي تاني شرطي شرطي طبعا جديد حلو في ناس عم تغني بالمطبخ بالمطبخ قلو قلو هيدا نجح قلو قلو بنشوفك في بالمطبخ نشوفك بالمطبخ وين اللي كانوا عز الحبايب راحوا يخانوا قلبي اللي دايب بكوا عيوني كانوا عيوني صدقت ظنوني شكرا حبيبي ما مشي الحال شكرا يا قلبي شكرا استاذ بس انا مجهز حالي اني تنجح ايه حياتي بس شو بنعمل كلهم مجهزين حالهم تنجحوا بس عم بيغنوا مرق كثير ناس غنوا كثير احسن ما فينا عندنا طبقه يعني مستوى معين ما فينا ننزل عنه شكرا طيب بس مثلا ما بتعطوا فرصه تاني بس محمد دقدو نجح السنه الماضيه ورجع نجح السنه شو ما بعرف يعني. هذا شغل الاداره مش شغلنا انا اي واحد يدخل هون يقف مكانك اذا غنى منيح ان شاء الله كل سنه شو فرقه معي شو فرقه معي غني منيح ما غنيت منيح بس انا في عالم ناطرتني تنجح استاذ كل العالم ناطرته ما مش شغلتنا حبيبي الله خليك ما شغلتنا بتجوا بتناقشونا نحن لو شو ضدك لا مو ضدي بس طيب بس اللي نجحوا صوته مو اقل مني استاذ نحن شغلتنا بنعرف جاي تعلمنا شغلتنا تفضل اقعد مطرحك طارق نحن ما لنا صوتك منه منيح نحن عم نختار اللي منريده عم بتنشز حبيبي كل الوقت شو بنعمل لك طيب شو كله